الكرام مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بي ان سبورت، واسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه. ها هنا نلتقي واياكم ضمن منافسات الاسبوع 12 من الدوري الاسباني لكره القدم، ولقاء يجمع بين فريقي اتلتيكو مدريد وريال بيتيس في مباراه ننتظر فيها المتعه. وندي على يسار على يمين الشاشه بلونه القيمه كبيره توشح بالذهب لاكثر من مره، حود يلعب فريق ريال بيتيس. لدينا ناهيك عن التنافس على مرتين على نهائي الشامبيونز ليج، 21 نقطه. هنا محاوله اولى ومباراه تبتدئ مباشره بهذه الهجه، تمر الكره الى الوسط، محاوله للمرور والتقدم، الاطلاع للتقدم والبحث عن كره ملعوبه للامام والابعاد للامام، ومحاوله البحث عن كره عرضيه والبحث عن تيد الركله الركنيه، ملعوبه الركله الركنيه والمحاوله الراسيه والى احضان حارس المرمى. حاضره هنا داخل منطقه الجزاء والمحاوله للكره على الامام والعرضيه داخل منطقه الجزاء، هنا محاوله الاستلام والعرض الملعب، محاوله للابطقه لها لكن ما ارتجت وانتظرت جماهير بيوني بين مصاف الكبار كمدرب كبير وفريق رم، ومحاوله هنا حول منطقه الجزاء، التسديد والى خارج ارضيه الملعب والانطلاقة داخل منطقة الجزاء والتسديدة منطقة الجزاء العرضية والتسديدة، مرور للأمام وتعود الكرة مجددا ونقلة داهية، مرت محاولة موجودة، ذلك يأتي الإبعاد، ما زالت قائمة والعرضية داخل الأتلتي الاستلام أمامنا وكرة ملعوبة، محاولة جانب لويس التقدم بيتيس في زياراته حتى الآن لها بالمرصاد كلاوديو برافو، انطلاقة إلى وسط الملعب، كرة من جانب كوكي يلعب الكرة تعود الكرة للأمام والعرضية داخل منطقة الجزاء للأمام وكرة داخل منطقة الجزاء تعود مجددا للكرة حول منطقة الجزاء، التمريرة ونقلة أمامية يأتي بعد ذلك من جانب حارس المرمى، هنا الاستلام والتسديدة ولكن وانطلاقة لجريزمان، كرة ماشية هنا جريزمان العرضية للأمام وانطلاقة والعرضية ملعوبة سواريز بمحاولة ولكن والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية يعني تنتصر، تلعب كرة إدغار للأمام مضجع والمدرب ديوغو سيميوني ضرب المرمى يا سلام والتسديدة، الله 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 يا للمهارة يا للمهارة ويا للمرور ويا للإبداع ويا للفرحة الأولى لأتلتيكو مدريد، أخيرا يختنس شباك برافو في اللقطة الماضية وهذه المرة نقول برافو للدقيقة 90، هذا هو الأمر الموجع الذي مر للتقدم من جانب الاتلتي، الاستلام ياتي من جانب ابر يحاول امامنا ولا للانطلاقه عائده الى الوسط، تلعب كره وهذه المباراه باهاتها الجميله، كراسكو يحاول امامنا الى اليكس مورينو، انطلاقه امامي عن طريق اليكس مورينو، لكن الختام لشوط المباراه الاول، محاوله كره للامام والسلام ياتي بعد ذلك المحاوله جانب ويليام كارفالو، تغيير التجارع الى مارتن موتويا داخل منطقه الجزاء، المرور هنا امامنا والمحاوله لعرضيه والاستخلاص حاضر كارفالو ايها الكرام ايها الاحباب مشاهدينا عبر قنوات من جانب اليكس والتقدم للامام، العرضيه داخل منطقه الجزاء واخوان لوبيز خرج الى خارج ارضيه الملعب، هنا محاوله الله داخل منطقه الجزاء محاوله لتسديده ومرت قبل ذلك الكره، يحاول تلعب داخل منطقه الجزاء، هنا المحاوله للمرور والتسديده وكره تصل مباشره عن طريق اللعب الجميل كوريا، العرضيه عن طريق اليكس مورينو والعرضيه داخل منطقه الجزاء، الله العرضيه داخل منطقه الجزاء الراسيه، الله
ولكن رايت التسلل يا هيرموزو ومن خلفك كأن من أضاعه هو دياغو سيميوني، بل دياغو سيميوني في مشاعر. ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية وإلى خارج أرضية الملعب. انطلاقة أمامية عن طريق كوريا وكرة داخل منطقة الجزاء أول، كان أيضا إشارة هنا أمامنا بمحاولة لكن تمر الكرة إلى خطأ. لويس واحد اثنين والثالثة وين؟ الثالثة في الشباك، ولكن مرت انطلاقة ومحاولة داخل منطقة الجزاء وأول في أول. انطلاقة للأمام ومحاولة المرور، تمر الكرة سيلوم والبحث عن كرة عرضية والرأسية وكلات كرة تلعب مجددا لوسط الملعب، نقل للأمام ومحاولة هنا داخل منطقة الجزاء، تلعب الكرة والرأسية يا بنيران صديقة، بنيران صديقة تكرم الدار وأهلها وتجعل جماهير الأتلتي تلوح بعشقها فرح. برافو الحارس التشيلي المتألق هنا، العرضية والمحاولة أمامية أتلتيكو مدريد ثنائية حتى الأمية، هنا الانطلاقة والمحاولة العرضية، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا الهدف هنا الهدف هنا الهدف، ولا خصوصا نبيل فقير وديوس، هنا مجموعة من الأسماء التي من الممكن يكون لها الأثر. ثلاثية 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 الثلاثية، الله ولكن يا حسرة يا دياغو سيميوني. We'll be right back.